كوكو البنات، كوكو الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وبالميساجات ديالكم بتسوال عليا دائما في لي فيديو الاخرين. كل شيء كيقول لي مالك يا سعيده، مالك وليتي كتباني بحال هكاك في لي فيديو، مالك هذا؟ شوفوا ساعات والله انا من داك النوع اللي كنكون مثلا غليظه، تجي شي حاجه هكا اللي كنبدا نفكر فيها نقدر نطيح في يومين في 3 ايام، وهذاك الشيء اللي وقع ليا. ضعافيت نفسيتي شويه، ماشي هي هذيك، والحمد لله. الانسان ضروري هذيك اللذه ديال المشاكل والعذاب ضروري كدوز عند اي انسان. اليوم جيتكم فيديو جديد، يمكن اول مره على القناه ديالي، هو كيفاش كنقاد الميك اب ديالي في المناسبات، ميك اب اللي هو خفيف كيف ما كتشوفوا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اللي كيدخل اول مره عندي للقناه ما ينساش انه يضغط على زر الجرس وديال الاشتراك باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي، وبقاو معايا في الفيديو وما تضحكوش عليا ما تضحكوش على الماكياج ديال العروبيه. مهم، نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وشكرا شكرا بزاف على دعواتكم ليا، على كيفاش الطريقه الصراحه اللي كتسولوا فيها عليا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وهنا فين كيبانوا المتتبعين، وهنا فين حسيت بالصح ملي كنقول لكم انضموا للعائله ديالي، حسيت بكم العائله ديالي، وشكرا لكم بزاف. ونخليكم على فيديو، منساوش تكملوا حتى الاخر، تخليوا ليا تعليق، بغا نقول لكم زوين تعليق كيف نتوما، كيف شفتوني، كيف بان لكم اي خطا، اي حاجه ما عرفتش ديرها خليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش لايك لايك لايك. المهم جيت دابا غادي نبدا معكم، غادي تسمحوا ليا الا كانت كتسمع الفرفره، راك عارفين مع الصهد. انا ماشي هذا هو المكياج المعتاد عندي، ولكن غندير معكم مكياج هكا خفيف لي هكا ديال ماشي بروفيسيونيل، وماشي ماشي هكا زعما اللي غادي يبان ثقيل، يعني ديال المكياج اللي هو يومي تقدر تمشي به للخدمه مي القرايه، ما نعرف ما نصحكم. وغادي نوريكم يعني كيفاش كندير الايلاينر اللي بزاف ديال الاخوات كيسولوني. المهم بالنسبه للماكياج ما تسولونيش، حيت هذا الماكياج كان جابته ليا غير زينب، انا ما واخده حتى شي حاجه، جابته ليا كله هي زينب. المهم غادي ندير هذا بحال سيروم ولا هذا، كنديرو هكا من التحت باش كيثبت لينا داك الفوندو تاع ولا الاكرو ولا هكا صافي. غادي تسمعوا لي على مع جيت هكم ورا الشرجم ندير هذيك الخاميه صافي، كنديروا له هكا صافي، وكنخليوه ينشف. دابا مع الصيف وهذا راكي عارفين كان صافي، كنخليوه ينشف. انا كنت كندير اكرون كلاري، ماشي ايكرو، هي بوماده الصراحه ديال الشمس وهذا. المهم مشيت حيد ديك الخاميه، ما عجبتنيش بالديكور، اللهم شرجم على ديك الخاميه. انا غادي نوريكم وجهي، غادي نقرب لكم الكاميرا بدون مكياج باش نتوما غادي تقولوا لي واش كيجي معايا ولا ما كيجيش معايا. هانتوما راه بدون مكياج. هضرت لكم على لي بوماد، كنت كندير هذه وسالات ليا، والديفو اللي فيها هو ملي كتكون بشرتك جافه كتخرج للشمس كتولي بحال الطحين، وهذه نيت كان جابتها هي زينب وجربتها ومزيانه صافي. كنديرو شويه هكا نحاول انا ندير المري باش ما نديرش شي كارثه، حاجه في التليفون تيبان بعيد صافي. وكنبقاو نغطي ولا كندهنو هكا بيدينا، انا الصراحه من داك النوع الا ما دهنش بيدي ما كيبردش ليا القلب. صافي دابا غادي نجي معاكم، انا من داك النوع اللي ما عنديش مع الفغابو ولا هذاك المهم اللي كيجي فوق من العينين ما عنديش معاه، ولكن غادي ندير واحد اللون هكا، حيت انا ما كنطراسيش حجبان، هذا هو اللي كندير هكا في المناسبات ولا كان عندي هكا شي حاجه ولا هذا صافي، كنمشي كنجيبو من هنا هكا. كنخدم بهاد لي بانسو ضروري
ندير يدي. شوفوا غادي نطراسي هذا، راه ماشي قلت لكم الماكياج ديالي المعتاد، ولكن ملي كنمشي هكا لشي حضور ولا هذا، حيت انا ما عمرني ما كيت عند شي كوافور ولا هذا، كيقولوا لي مزيان. صافي دابا سمحوا لي مع هاد الكفه هذه، عرفتوا مع الصاد راه تندهن والعروقات كتمشي. دابا انا ملي هذا واخا ماشي ديال الشفران، غادي غنمشط به شفاري، حيت انا ما كان طراسيهمش. صافي دابا يا الاخوات غادي نوريكم ايلاينر الطريقه اللي كان بالنسبه. انا غنبدا لكم بهادي، هانتوما انا غادي نقرب، نتمنى يكون يبان لكم. غادي نبعد انا نمري، كنشد من هنايا، كنحكم من هاد العيبه هادي هكا، وكنمشيو لهنايا من هنا، من هاد الاخر ديال العين، وكنشدوها جريه وحده حتى البديه، يعني جريه وحده حتى البديه. صافي وكنبقاو كما تيقولوا لنا الدراري، كنبقاو نمرطوا ديك البلاصه. صافي كنبقاو نعمرو هنايا، داكشي علاش كتبت ممنوع الرجال في هاد الفيديو. هانتوما شفتو، غادي نحاول نزيد. صافي على هاد الشكل هذا، انا غندير العين الاخرى ونرجع معاكم. صافي من بعد ما ساليت هانتوما، هاهوما واخا راه كتجي دائما عين مختلفه على عين. دابا غادي نمشيو للفوندو تاع، نوريكم غير الماكياج ديالي. الفوندو التاني انا ما واخداش، كنت وماشي حتى لون بشرتي. صافي كنحاولوا نشدو هاد لابودر هادي، ما عنديش مع هذاك فوق العينين، غادي ندير لكم شي لون اللي غايجي مع الموطارد اللي غادي يعطيه واحد اللمسه خاصه واحد الشكل خاص. ايوا يلا، انا ما عنديش مع الكونتورين، ما عنديش مع لونتيسيغ، ما عنديش بزاف مع هذاك التخربيق، يعني ما كنديروش بزاف. هادي عتابعكم غير ضرتكم هذيك القرعه. غادي نهرسو هاد اللون هذا اللي داير، غادي نشد داك اللون الترابي، غادي نحاول نديرو فوق عينيا. انا من داك النوع اللي هانتوما عندي داك الجفن ساهل ساهل، عندي ما نحتاجش ني بالزربه. صافي وبلاتي دابا سالينا، لا باقي لينا ليطاب، هادوك ليطاب لي تيبينو كاع الماكياج. انا دابا غادي ندير الريسيت، كوني بحالي متى دير الريسيت شحال فما، ولكن دابا ما نحلوش. صافي غادي نبقى هكا الريسيت كنديرو بحال هكا، انا ماشي من داك النوع اللي تيبقى يعاود يريسي وريسي. صافي كندير مره واحده صافي، وغادي ندوز للعين الاخرى. هانتوما البنات من بعد ما ريسيل، دابا بقات لينا الزنيقه باش تنزل. بصراحه ما كنديرهاش بزاف، ولكن شوفوا انا باش غندير الزنقه. وي يا ناري شوهني،
ايه بغا قالك نتزنقو. المهم راه كنبغيو نحسنو من النفسيه وصافي. انتوما صافي درت يمكن زمت بزاف. صافي ايوا لالا دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا العكر. انا من النوع اللي معروفه ما كنديرش انا العكر، يعني اللي فونسي ولا شي عكر باين كندير هكا. هاد العكر هذا انا الماكياج ديالي ما تحتاجش 4 دقائق 5 دقائق صافي. وغندير هاد الجلوز هذا هنا سالي الطرق ومن بعد غادي نرجع معاكم. بالنسبه للشده ديالي ديال الشال بزاف تيسولوني، راه كنديرو غير كنثني واحد شويه من هنا صافي وكنجيبها هكا. اسهل شده هي اللي كندير ما صافي وكنشدها بهاد بهاد الفنيته هادي. شكون تجي للدار في الزنقة؟ في العراس كنحاول أنني هذا باش نخليه لقدام بحال هكا اللي دايرين شي تويشية ولا هذا كنخليوه عنقنا يبان. إيوا هذا هو الميكاب ديالي، نتمنى يعجبكم هانتوما. نتمنى الناس اللي كانوا تيقولوا لي نفسيتك مبقيتيش كتباني مزيان مبقيتش هادي، يا سي فغي بصح راه النفسية ما مزياناش، ولكن الحمد لله. نتمنى هاد لافيديو يعجبكم، ونتمنى يكون واخا ماشي بروفيسيونيل في الماكياج نتمنى نكون فدتكم شوية. ونخليكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم، وما تنساوش دعواتكم معايا.